غير العلماء وغير المؤهلين اضطرابا كبيرا نتج عن الأمان. وأصبح السلم العالمي مهددا نتيجة التهور والاندفاع والتشدد الذي اتخذه البعض مطية لتحقيق أغراض سياسية بعيدة تماما عن تحقيق مقاصد الشريعة السمحة الغراء. وبناء عليه فإن مؤتمرنا هذا تنعقد عليه آمال كبيرة في القيام بحركة تصحيحية تنير الطريق وتزرع معالم الهدى والرشاد للفتوى الرشيدة العصرية. السادة الحضور الكرام، لا يغيب عن شريف علمكم أن الفتوى هي اسم لما يصدره الفقيه في نازلة معينة، وهي منصب عظيم جليل استحق صاحبه أن يكون موقعا عن رب العالمين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي معلم